السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا بارك الله فيك، كان في شخص مأجر الشقة. ايوه. الشقة. وبعد مأجر الشقة وبعد. تمام، الشخص اللي مأجر الشقة دوت بقاله شهرين ما بيجيش الشقة، فأصحاب الشقة عايزين يجيبوا حد مثلا شاهد ويفتحوا الشقة دي ويستنفعوا بيها. هو بيدفع الإيجار ولا لا يدفع الإيجار ولا لا يدفعه؟ لا ما بيدفعش. ايوه من حقيه. والتأمين بتاعه خلص، يعني هو كان دافع 2000 جنيه تأمين خلصوا. طيب وهم يتهموا بالسرقة الآن، أظن يفعلوها في وجود الشرطة أفضل. دفعا للغوائل. يعني ما ينفعش يجيبوا شهود ويفتحوا الشقة وكده؟ الغوائل لا مش يعملوا شيء، يبلغوا الشرطة. تمام. السلام عليكم.